جبت ورق عنب وحمص، اثنين حمص وواحد ورق عنب. كذا احساس نشوف واضح شمس. اليوم في عزومة حقان سعودي عام وسعودي قصدي مسلمين الصم الضيوف في اورنج كونتري. في رجال حر متزوج مع بعض يعني هم صم قال نضيف ضيوف قلنا احنا مسلمين مع حسن وعادل كنا نروح عندهم نصور هناك نصور اوكي عشان هذا اول مرة في حياتي الصم مسلمين ضيوف في رمضان سنجرب كيف تغير حياتك مو تغير يعني تغير جو كيف شعورك عشان كل يوم مع سامين سامين الحين نجرب مع الصم اوكي يلا وصلنا في اورنج كونتري هذا اماكن جوا في المدينة مكان كشخاء عالي البيوت كبيرة سادة كبيرة شوفوا احب اصور اذا لما اتدخل جوا مرة حلو البيت البيوت واو شوفوا بيت كبير شجرة طويلة رمضان مبارك حمد لله يركض عزيمة شباب حق شغل خاص ما شاء الله بارك الله بيت حلو وكبيرة تذكرني في عزومة في السعودية رياض وزع أنواع آيس كريم ثلاث أنواع آيس كريم واحد اثنين ثلاث شكرا نسني يا جماعة نيشا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيوت هذا ولد مرة كيوت عمره 5 شهور خطة كبيرة خطة كبيرة Thank you.
شوف يقول فوق الجزمة كيس نسمح فوق الجزمة حبينا شو نجلس الناس ما يوقفون احنا الساعة 2 الناس متأخرين الناس مو موجودين في كافي شوب شوف احنا الساعة كم الساعة 2 الناس